مبخوت علي بيحاول يلعبها، علي يتقدم، علي بيحاول وكرة وركلة جزاء. هي خاربة خاربة وبالتالي ركلة جزاء. الله على علي مبخوت، عمل فارق كبير منذ دخوله في أرضية الملعب، وهنا ركلة الجزاء. على من؟ على عثمان. على من؟ على محمد يعقوب. الكرة الماضية ركلة جزاء. ومين؟ سلطان برغش. سلطان برغش في الدوري سجل، ولكن هنا شو راح نسوي؟ محمد حسين وجها لوجه وللمرة الثانية، لكن هالمرة غير، المرة غير، المرة وراها بطولة، وراها بطولة، والجزيرة للبطولة، والجزيرة، والجزيرة كلها ورا البطولة، الجزيرة كلها ورا البطولة، وحلم البطولة تحقق. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، هنا صافرة حكم المباراة محمد الجنيبي تنهي أحداث الشوط الثاني وأحداث المباراة بفوز الجزيرة 2-0 على نادي عجمان هنا في المباراة النهائية. مبروك لنادي الجزيرة وهرجك لنادي عجمان، وحظا أوفر في المواسم القادمة. إذا استراحة قصيرة وعلى أن نرى مراسم التتويج في أرضية الملعب، وينتقل الميكروفون إلى الزملاء في